السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم كاملين بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا في هاد الفيديو. المهم كنا معاكم، ما تنساوش ديروا لايك وتابعوا لاشين وتبارطاجوا الفيديو الى عجبتكم. ان شاء الله غادي نصايب معاكم كيف ما شفتوا في العنوان، كيف ما شفتوا في الصوره، غادي نصايب معاكم كيكه بالتفاح كتجي ولا اروع وكتجي بنينه. واللي ذاقها ما ينساش يكتب في الكومونتير كيفاش جاتو. اولا كنحتاجوا هنايا كاس الا اصبع ديال الزيت، نفس الكميه ديال السكر. ممكن تضيفوا كذلك السكر، ممكن تنقصوا حيت عندنا نستعملوا ضانات اللي حلو. ممكن اللي كيعجبو كتجوش مذاق شحال من الصوصه يا زيت السكر. عندي هنايا ضانات فلون كراميل، عندي هنايا تفاح اللي قطعتها مربعات، غير مربعات عشوائيه. عندي جوج بيضات يكونوا باكيد بحاله المطبخ. عندي جوج خمارات وساشي فاني. غادي ناخذ هنايا خلاط وغادي ندير كلشي في الخلاط. غادي ندير هنايا التفاح ديالي. ممكن تستعملوا، انا درت تقريبا وقيلا جوج تفاحات، ممكن تستعملوا اقل او اكثر بحال على حسب المتوفر. غير اكثر غادي يزيد يتركز لينا البنه ديال والمذاق ديال التفاح. درت هنايا التفاح، درت عليه كذلك جوج هنايا جوج بيضات. غادي نضيف عليه هنايا السكر، سكر سنيده ديالنا كامل. ممكن ما كانش عندكم طرب ديال الخلاط، ممكن تستعملوا طرب العلاوي غير هنا باش التفاح يطحن لينا. وكنضيفوا كميه كامله ديال الزيت، كندير كلشي على دقه واحده في الخلاط الكهربائي. كما كتشوفوا كنضيف هنايا شقبيصه ديال الملح، غير شويه ديال الملح باش يتوازن لينا المذاق ما يبقاش. ممكن غير تستغناو على اللي كتعجبكم ديروها، ما كتعجبكمش ما ديروهاش. هنا من بعد ما طحنت الخليط ديالي كما كتشوفوا ولا هنايا سائل، نلقاو بعض الطروفه بقاو صغيورين ديال التفاح، ولكن ملي طابت ما بقاوش كيبانوا دوك الطروفه. ممكن نطحنوه مزيان كاع حتى ما كيبقى يبان والو. ناخذ هنايا المول اللي غادي نخلط فيه. كنكب هنايا البنات الخليط ديالي في الاناء اللي غادي نخلط فيه الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا. وغادي نضيف دابا ضانيت كراميل. البنات ضروري ديرو حيت البنات كتجي واحد البنه واعره، كيجي يعني الكيكه ديالكم غتجي واعره. وردوا عليا الخبر، جربوها ردوا عليا الخبر، غتجيكم البنات بنينه بنينه، يعني تفاح مع كراميل بنه خطيره بزاف. ضروري البنات ديرو فلون كراميل. البنات في الاول نسيت ما نضيف فاني، دونك نضيفها دابا. الاحسن ضيفوها في الاول من يلا ضيفوا الخليط، ولكن بحال بحال كيف ما ضفتوها دابا يلا ضيفوها في الاول بحال بحال. هنا البنات الفانيل ما غاديش نضيفها كامله، غادي نضيف غير نص ديالها ونص الاخر. نتوما غتعرفوا فاش غادي نستعملوا ملي غنوصل للمرحله ديالو. هنايا درت غير نص ديال الفاني. ممكن كان عندكم جوج ديال الفاني، دير وحده في الخليط وتخليو الاخرى تستعملوها المرحله الاخرى. هنا وحده قسموا على جوج، نص ديروه في الخليط والنص الاخر غنحتاجوه من بعد. كنضيفو مباشره من بعد كنخلطو الخليط ديالنا اضافه الدقيق تدريجيا. البنات انا ما كنستعملش معكم، من الاحسن لي كيك نستعملو فيهم بالغرام، ولكن انا يعني ولفت كنصايب غير بعيني ميداني كما كنقولو. غنضيفو الدقيق ونخلطو مزيان، نضيفو كذلك الدقيق ونخلطو بشويه بشويه كيف ما كتشوفو. ما تضيفوش البنات كميه كبيره من الدقيق في الاول، يتخسر لكم الخليط ديالكم ما تعرفوش شنو ديروا ليه. غير تدريجيا يعني بشويه بشويه، وانتما كتخلطو توصل القوام المناسب وديك الساعه تحبسو.
غادي نضيف هنايا البنات الخليط ديالي، باقي ما ولاش قوام مناسب اللي غادي ندخلو الفرن. نضيف هنايا بشويه، غادي نغربلو. اكيد البنات ضروري تغربلو، ضروري ضروري تغربلو باش ما يبقاش لكم دوك الحبيبات في الخليط ديالكم، يكون ليس، خصو يكون رطب يعني ما فيهش الحبيبات. انا يدي عمرت كامل في الدقيق، ماشي مشكل، ضروري البنات الماء تعمروا بالدقيق اللي استعملته باش تسمو دخلتوا الكوزينه شقيتو. المهم البنات هنايا البنات قبل ما نكمل الخليط ديالي غادي نضيف هنايا الخمارات كما كتشوفوا، جوج ديال الخمارات حتى هما غربلوهم البنات ضروري باش ما يبقاش لكم حتى هما الحبيبات. شوفوا البنات ملي كنغربلت لقاو دوك الحبيبات، غنستعمل هنا ملعقه باش نضغط عليهم. البنات هنا يعطي القوة كاملة ديالكم للخليط، انا مزربة معكم هنا الفيديو، انتم غير بشوية بشوية غير هو خصكم تحركوا مزيان ينسجم لكم الدقيق ديالكم مع الخليط. هنا البنات الخليط ديالنا اصبح جاهز، يعني صافي ولا مزيان كنشوفوه. ما خصكم شوفوا البنات الكيك ديالكم ملي تكونوا كتصايبوه، يعني خصكم ملي تهزوه الخليط ديالكم يتهز بلا ما يتقطع، واش تكتبوا بيها 8 ويتبقى لكم ديك 8 واحد شويه. هنا خديت المول ديالي انا من هذاك استعملته كبير بزاف، من الاحسن البنات تستعملوا كيك حيت حنا دايرين غير جوج بيضات، تستعملوا مول اللي يكون متوسط ما ديروش كبير. انا استعملت هنايا مول شويه كبير، فالبنات هنايا درت المول ديالكم دهنوه بالزبده اولا بالزيت وضيفوا عليه الدقيق باش ما يتلصقش معكم. البنات دابا هنا غندوزو للمرحله الثانيه واللي غادي تضيف هذا الكيك بنه، وسر البنه ديالو لواحد البنه خطيره خطيره البنات، اكيد خصكم تجربوه. هنا غتاخدو على حسب المتوفر ديالكم، متوفر عندكم التفاح الا عندكم واحد استعملوه، عندكم جوج استعملوه. فهنا غادي نحك التفاحه في الحكاكه الغليظه الكبيره كيف ما كتشوفوا، نحكها على الطريقه من الاحسن تستعملوا كميه اكثر من تفاحه واحده باش تجيكم يعني عامره تجيكم بنينه بزاف. هنا كان على شكل شرائط، هنا البنات الماء اللي غيكون في التفاح ما تلوحوه ما تعصروه ما والو، خليو التفاح بالماء ديالو. غادي نضيفو هنايا السنيده، نضيف عفوا الكوك، نضيفو هنايا الكوك. عجب البنات الكوك مع القرفه مع الكراميل واحد البنه ما يمكنش تصورها، غير جربوا جربوا ضروري تجربوا. هنايا ما عليكش الشيء اللي بقى لينا من الفاني اللي كنا خلينا قبيله، ها فين غنستعملوه؟ غنستعملوه في هذه الخلطه السحريه اللي كنزيد الكيك ديالنا بنه ولا دا ولا اروع. وهنايا البنات غنضيفو قبيصه راس معلقه ديال القرفه اللي كيف ما قلت لكم بنه خطيره بزاف، ضروري خصكم تجربوها. وهنايا كنخلط الخليط ديالي،
كي ناخذ هنايا البنات ديالنا الخليط ديالنا اللي خليناه على جنب وكنبداو نوزعوا عليه هذاك الخلطه السحريه جميع الجوانب. هنايا وحده تقدر ما تكفيكمش، من احسن ديروا جوج ولا وحده ونص باش تكفيكم الخليط ديالكم. مع ذلك البنات رجعت بنينه بزاف. كيف ما قلت لكم البنات الكوك ملي كيتحمر راه كتولي عنده بالنخره مختلفه تماما على الكوك بحال هكا ابيض. شوفوا البنات كيف ما قلت لكم ضروري تجربوه، ضروري وتردوا لي الخبر، يعني تردوا لي كيفاش جاتكم في لي كومونتير. ديروا يعني الكوك، حاولوا ما امكن واخا وديروا هي كميه قليله، مهم ديروا كوك القرفه والكراميل والفاني راه واحد البنه واعره بزاف. المهم هنايا كنحاول نوزع على جميع الجوانب بحيث الجوانب يجي فيهم البنه. كيف ما كتشوفوا كنوزع، كنحاول نوزع على جميع الجوانب. البنات هنا غادي نضيف بيبي شوكولا اللي غادي باش يكسروا لنا داك اللون ديال، ممكن نضيفهم حتى الاخر ماشي مشكل، انا نفس من الاول. ممكن كذلك ممكن نشدكم هاد الشكلاط، ضيفوا غير الشكلاط وقطعوا حبيبات وديروا باش يكسر لكم داك اللون اللي يجي كله اللون ديال كراميل، فهمتوا؟ وصافي مباشره من غادي نضيف عليها الشوكولا، ممكن الشوكولات ممكن تخليوها حتى من بعد تتخرجوا هذا ضيفوا الشوكولات ماشي مشكل. غادي ندخلوها للفرن وكيجي هذا هو الشكل ديالها، محمره لون ذهبي وكيشهي وبنينه البنات. غتشوفوها ما طلعتش لي حتى واحد الخطا في الطياب اللي نتوما حاولوا تجنبوه. الا كنتوا طيبوها في البوطار ماشي مشكل، ان شاء الله تصدق لكم مزيان عاديه تشعلوا من تحت من بعد تخليها تطيب تهبطوا شويه تحمر. اللي غادي طيبها في الضوء يدير حراره 150، هذا الشيء هو اللي ما درتش انا. ديروا حراره نتوما، انا حيت ما درتش 250 هادشي جات لي. المهم ديروا حراره 150 وشعلوا الفران من الفوق ومن التحت وان شاء الله تجي لكم منفوخ وطالع. ولكن البنات جات بنينه ماشي زعما جات هابطه، ما جاتش بنينه، جات بنينه البنات غير جربوها. كيف ما قلت لكم ها انتم اللون كامل ذهبي، هادشي جبنا نكسروه بدوك حبيبات ديال الشوكولا. هنا البنات غادي كراميل منزلي لصبات ماما، غادي نضيفه من الفوق، غادي يجي في البنات، غادي يجي البنات واعر 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 بزاف. كراميل من الفوق وكراميل داخل في الكيك غادي يجي البنات واعر بزاف، ضروري تجربوه ان شاء الله وتردوا عليا الاخبار. الا ما كانش عندكم كراميل اكيد ممكن تستغناو عليه، ولا عندكم صوص الشوكولاته فيه دير بها خطوط ماشي مشكل، ممكن ما ديروا حتى شي حاجه غتجيكم ان شاء الله بنينه. غير الا كان عندكم كراميل غتجي ابن، يعني غتجي بنينه اكثر. البنات الكراميل راه منزلي ماشي، شوفوا البنات كيفاش كيجي هذيك لابغيونس داك. ما تنساوش البنات لايك الى عجبتكم وكومونتير للتحفيز، وما تنساوش البنات بارطاجيوها مع الاصدقاء والعائله وكاع الناس اللي كتعرفوا. قولي البنات مستعدين رمضان، يعني واش فيكم الحماس ولا لا؟ ان شاء الله نستقبلوا رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. هنا البنات غادي نقطع معكم واحد الطرف باش تشوفوها كيفاش كتجي بنينه. وهذا هو الشكل ديالها. نتمنى تعجبكم لا فيديو والسلام عليكم.